هذا كان آخر يوم بشوف فيه لاكسمي كانت. ما بتتخيلي قديش كان قلبي مكسور وقتها، لأني كنت معتبرته مثل ابني. ومن وقت ما راح وأنا عايشة حياتي قلقانة وعم فكر، لأنه كل شي صار كان خارج عن إرادتي. بالنسبة إلي راحة شرعي وسعادتها كانت كل همي، مع أني كنت اشتاق له كتير وحن لوجوده. بس لو ما عملت هيك كانت القصة كبرت، وكانت مادة بضربه لشرايو ومعاملته السيئة. كان بدي بنتي تعيش حياتها وهي مبسوطة ومرتاحة، بس هي ما فهمتني ومفكرة أني مو حاسة فيها وبالعذاب اللي عم تعيشه. بس أنا عم يتقطع قلبي عليها. ما في أمّا بتتمنى لبنتها كل الخير. أنا هلأ قدرت أفهم كل شيء، واليوم تبين لي قديشك إنسانة عظيمة، لأنك لهلأ بعدك متماسكة وقدرانة تسيطري على كل الأمور. بس أنا مستغربة منين جبتي كل هالشجاعة والقوة. ما بظن أي وحدة بمحلك تتحمل اللي تحملتي. اللي عملتي ما في مرة بالدنيا بتقدر تساوي ولا بتقدر تتحمل اللي صار. لا جنفي، بس لأني أم أنا عم أصبر. إيه بس مو كل الأمهات بهالدنيا بيفكروا مثلك بهالطريقة. أغلبهم هيك. يمكن أنتي بالأول ما كنتي تثقي فيني وبكلامي. لا مو هيك، بس أنا ما كنت أفهم ليش كنتي عم تتصرفي هيك، وهلأ فهمت ليش عم تبعديها لبنتك عن جوزها. وبصراحة أنا معك بهذا القرار، ورح ساندك للأخير كمان ستي. أنتي لو ما كنتي بتخافي على بنتك ما عملتي هيك.